صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله امين يا الله امين يا الله يا رب العالمين. صل على سيدنا محمد برحمه الله العالمين. وأنفسنا وأهلنا أولادنا وجمعيتنا يا الله في كنافك يا الله بحبك الجميل واجعلنا إياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض الجبار عنيد ذي عين ذي بغير من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على الصراط المستقيم وجملنا إياهم العافية والسلامة وحققنا إياهم بالتقوى.